فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. إلى صحيح البخاري، كتاب الشركة باب قسمة الغنائم. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب قسمة الغنم. حدثنا علي بن الحكم الأنصاري، حدثنا أبو عوانة الوضاح بن الأشكري، طبعا هذا قبل الاختلاط، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن جده قال، ورافع بن خديج رضي الله عنه وارضاه، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، وكان هذا داء بن سلم يطمئن على أصحابه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. وده اللي تمسك به من قال أيضا بأنه في الأضحية 10 يشتركون في البعير لا 7. وحديث ابن عباس فصل الخطاب بأن 7 أن البعير يكفي 7. نعم. قال: فقسم أو فعدل 10 من الغنم ببعير، فند منها بعير، فطلبوه فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، نفرة يعني، فما غلبكم منها فاصنعوا. قال: فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قال: جدي إن رافع يعني، إن نرجو أو نخاف العدو غدا وليست معنا مدي، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبش، وأما الظفر فمدي الحبش. أقول إخوتي الكرام، طبعا شاهد من الحديث في هذا الباب أنه قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، قسم فعدل 10 من الغنم ببعير، وهذه فيها دلالة على الشركة في فيما يقول الإمام المصنف رضي الله عنه. ما تأخرتي جدا، لما تأخرتي يعني؟ هذا الشخص الذي حضر، طبعا هو كما قلنا له آلة كيف يدخل مرة ثانية وثالثة ورابعة، أكيد الرجل في العلالي كما يقولون، لكن كلما رأيناه سنطرده، ما نريده. الصحيح أنه في الأضحية يكون 7 ليس 10. وهذا الحديث نعم أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال الدرقطني وراه أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده، وتابعه عبد الوارث بن سعيد عن ليث بن أبي سليم ومبارك بن سعيد يعني ليث هنا مقرون، لأن ليث بن أبي سليم ضعيف. فقال عن عباية عن أبيه عن جده، الحديث فيه مسائل لا بيدخل بنفس الاسم، مريم بيدخل بنفس الاسم ونفس الهيئة ونفس الطابع، بيدخل بنفس الاسم، لكنه لما رآني رأيته هرب فر، راح خلف الستارة مرة ثانية. وطبعا كثير من أهل البدع والضلالات، غير طبعا أهل البدع أهل التشريفات، بيحضروا وراء الستارة يعني. نعم أنا أقصد صفا المرة، نعم أقصدك. بعدين إن شاء الله أريك يا أكرم. هرب فر لما علم أنني ألمحه وأريد أن ضربت عليه عشان أحضره، هرب فر. عامة جيد. أقول إخوتي الكرام، فقال هنا كما قلنا الشاهد للإمام العلم الإمام البخاري في كتاب الشركة، قال: قسم فعدل 10 من الغنم ببعير. نعم. في هذا الباب فيها أمور أدب النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم،
والنسان كان يطمئن على أصحابه كما كان في سفرة في غزوة وجابر بن عبد الله أعيا جمله فراه النسان في مؤخرة القوم فقال ما بك قال أعيا جملي فأخذ النسان فضربه ضربة فسار كالبحر. نعم ممتاز نسير ولا نلتفت أيها الناصح الأمين أبو يوسف. أقول إخوتي الكرام ففي الأولى هنا قال قسم فعدل لكن في أخرى القوم كما قلنا هذا من أدب النبي صلى الله عليه وسلم فلما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ضربه صار سيرا كالبحر ثم قال بعنيه بأوقية وأعطاه الفرس والخيل البعير وأعطاه الأوقية. نعم وأصاب القوم إبلا وغنبا وكان بذي الحليفة ليس ذي الحليفة التي في المدينة قريب العراق فهنا أمر النسلم بالقدور فأكفئت هذه مسألة ثانية وهي إفساد المال وأن النسلم نهى عن إفساد المال فقد قال العلماء يعني بعضهم قال الآن ما عندنا أي دليل هل هو يعني لما أمر بإكفاء القدور كان عليها كان يعني فيها اللحم كان فيها اللحم فهل أمر بإتلافها أم لم يأمر أمر بتجنب اللحم أم لم يأمر العلماء يقولون هنا نرجع إلى القواعد الأصلية عدم إتلاف المال فعلى القواعد على إثر ذلك والقواعد الأصلية عدم إتلاف المال إذن ما أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم بإتلاف اللحم لكن كان إهدار المرق تعزيرا لهم وأيضا لأخذ اللحم حتى يقسم لأنه لم يقسم هم أخذوه ولم يقسم وقالوا ذلك لأنه هناك نهي عن أكل اللحم إذا أشرفوا على دار الإسلام أما لو كانوا في دار الحرب فلا منع لأن هذا تقوى به المسلم على أهل الكفر قال ولذلك قال القوم فعجلوا لكنهم نهبوا لذلك نهاهم ولذلك أمرهم بإكفاء القدور لكن بعدم إتلاف اللحم لأنه أخذ اللحم ليرد إلى الغنائم فيقسم تقسيم قسمة العدل بينهم قال وذبحوا ونصبوا القدور فأمر الإنسان بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل 10 من الغنم ببعير فند منها بعير يعني شرد منها بعير فند منها بعير فطلبوا فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهمه فحبسه الله يعني هو رماه بسهم فحبسه الله ثم قال إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش يعني المستأنس له نفور كنفور الوحش فيستوحش لا يستأنس فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا يعني لك أن تضربوا في مقتل تضربوا في أي مقتل فذلك اصنع به هكذا ولذلك ورد في بعض الروايات في حديث أبي العشراء الدارمي أبو العشراء الدارمي قيل هو اسمه أحمد وقيل غير ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو طعنت في فخذيها لأجزأ عنك لو طعنت في فخذيها لأجزأ عنك هذا للحاجة يعني هذا الأمر للحاجة ما دامت الضرورة تدعو إلى ذلك فله أن يرميها بالسهم يضربها بالرمح كالبقرة التي تهيج في الناس وممكن يقتلها من فخذيها له ذلك ويكون ذبحاً ويكون تزكية هذا كما قلت إذا له أوابد كأوابد الوحش يعني صار مستوحشا ثم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه له أوابد كأوابد الوحش ما غلبكم منها فاصنعوا بها كذا نعم. ثم قال رافع إن نرجو نخاف العدو غدا وليست معنا مدي فأفنذبح بالقصب قال ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر يبقى جعل كل شيء يمكن أن يذبح به المهم أنه يسيل الدم ينهر الدم وأيضا اشترط ذكر الله جل وعلا وهذا الشرط هذه مسألة من المسائل أيضا المفردة أن ذكر الله في الذبح قال به الجمهور أنه واجب والحنابلة قالوا وفرق إسحاق بن راهويه بين من نسي ومن تعمد ترك التسمية فترك التسمية عند الجمهور أنه ميت ومن نسي ذلك إسحاق يقول لا شيء عليه ولكن الحقيقة هو
أن 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 التسمية سنة كما قال الشافعية، لا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قالوا له تأتينا اللحم لا ندري سموا أم لا، قال سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. ولذلك قال ابن عباس تسمية الإسلام الإنسان إسلامه، تسمية المسلم إسلامه. وأما قوله تعالى فلا تقولوا ما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى ما أهل لغير الله به، يعني ذكروا عليه اسم الأصنام والأوثان. ثم قال ليس السن والعظم، فحرم السن ولأنه مدي السن لأنه عظم، والعظم يكون أوفر ما يكون لحما لإخواننا من الجن، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والعظم قالوا أيضا هو لا ينهر الدم، يعني هو لا يقطع الأوداج، بل يجعلها كالميتة، يعني يسيل الدم فتختنق فتموت. والظفر، الظفر هو مدي الحبشة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تشبه بغيرنا. وقال أبو حنيفة ومحمد الحسن وأبو يوسف لا يجوز بالسن والعظم المتصلين، ويجوز بالمنفصلين لو كان الظفر منفصل جاز ذلك. وعمالك قال يجوز بالعظم دون السن، وكل ذلك مخالف لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس السن والعظم، ولأنه ينجس ينجس العظم بالدم، فلا يكون طعاما لإخواننا الجن. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يجدونها أوفر ما يكون لحما. ولذلك قالوا والظفر أيضا، الظفر في تشبه بالكفار، والأمر الثاني أنه ينهر الدم نعم، لكن لا يفري الأوداج، يجعل النفس يذهب فتموت تعذيبا وخنقا، فلا يجوز استخدامه، لا يجوز استخدامه. أما قول ذكر اسم الله عليه كما قلنا هذه المسألة الأخيرة في الباب، أن التسمية على الذبيحة في قول الجمهور أنها واجبة، وأنه إن لم يسمي فهي ميتة، والصحيح الراجح أنها ليست واجبة بل هي مستحبة، وأن التسمية على الاستحباب على مقال الشافعية، والأدلة على ذلك يعني كثيرة. ومن أعظم هذه الأدلة بيانا كما قلت أن عائشة قالت فيأتون باللحم لا ندري سموا أم لا، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سموا أنتم وكلوا، لذلك ابن عباس قال تسمية المؤمن أو المسلم إسلامه. الفوائد المستنبطة: حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته بأصحابه، كان يكون في أخريات القوم ليطمئن على الجميع، جواز التعذيب بالمال، وهذه نظرة مقاصدية. الاستثناء معيار العموم، قال ليس السن والعظم، الاستثناء معيار العموم. لو في أسئلة تفضلوا الآن. نعم الجن يأكلون العظم يكون أوفر ما يكون لحما لهم، سبحان الله، وبعض البهائم علف لبهائمهم، ما شاء الله. صاحب الأربع أنت أمازيغي، حي هلا بأهل المغرب الرفعاء. أبا عمر رضي الله عنك تغيبت صباحا، أبا عمر لو في أسئلة تفضلوا. لو ضرب العجل الشارد بالرصاص يجوز؟ نعم يجوز، يجوز نعم، وإن أصابه في المقتل يجوز. أنا جوزي حلف وقال علي الحرام، استغفر الله، ما دينه ما اللي هو فيه؟ طيب يقول علي الحرام من دينه، لو كلمت صاحبتك من ورايا ما تكوني على ذمتي، هل ده كده لو كلمتها أبقى مطلقة؟ لا، بس ما تكلميهاش بقى، ما تكلميهاش، لكن لا يقع الطلاق. الله المستعان. مش عارف أنا كيف يعني يهنى لهم بال بهدم البيت بكلمة واحدة. اللي يخمس على الحيطة بإيده دي معناها أنه بيدفع الحسد، يعادل بيدفع الحسد، ودفع الحسد بهذه الطريقة لا تجوز. اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. الحسد يدفع بالمعوذتين، لكن امسك الخشب والخرزة الزرقاء واليد بالخمسة على البيت، هذا كله فيه شرك، شرك أصغر، ما يجوز، لأنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا. حبيبي يا أستاذ حسين، أيها الشامي اللامع النبيل. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا فذا فقون كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا وتلك عقيدة السلف النقيا فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.